يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة تستهدف متابعة وتعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأعلنت الخارجية أن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر واليونان والحرص المتبادل على تعزيز تلك العلاقة المتميزة والوثيقة والتي تطورت وترسخت بشكل متنامي خلال السنوات الأخيرة. كما تستهدف الزيارة التشاور وتنسيق المواقف حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة. تواصل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهداف وسط وشرق رفح الفلسطينية. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال يخوض اشتباكات في حي البرازيل بالمدينة. كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي موجات قصف على شرق رفح الفلسطينية. استشهد 20 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون فجر اليوم في غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مربعا سكنيا في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر صحية في القطاع بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت الشهداء من تحت أنقاض المنازل المستهدفة في النصيرات إلى جانب عدد كبير من الجرحى بينهم أطفال، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين تحت أنقاض المنازل. كما استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي وأصيب آخرون في سلسلة غارات وقصف مدفعي كثيف طال مخيمات البريج وجبلية وبيت لاهيا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الوزير في حكومة الحرب بني جانتس اختار توجيه إنذار له بدلا من حماس. وأضاف نتنياهو أن شروط جانتس الذي هدد بسحب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتضحية بالمحتجزين والإبقاء على حماس وإقامة دولة فلسطينية. وفي وقت سابق طالب جانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بالالتزام برؤية متفق عليها للحرب في غزة تشمل تحديد الجهة التي قد تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب. وأشار جانتس إلى أن من يتحكمون في إسرائيل يتصرفون حاليا بجبن، مؤكدا أن جزءا من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم. أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تنفيذ عملية كبيرة تضم أكثر من 600 من رجال الدرك في كالدونيا الجديدة لاستعادة السيطرة على الطريق بين نوميا ومطارها الدولي. وارتفعت حصيلة قتلى التوتر في أرخبيل كالدونيا الجديدة في المحيط الهادئ إلى 6 أشخاص، وذلك في اليوم السادس من أعمال شغب واضطرابات اندلعت على خلفية إصلاح انتخابي مثير للجدل. وكالدونيا الجديدة هي مستعمرة فرنسية منذ أواخر القرن التاسع عشر. لقي 50 شخصا على الأقل مصرعهم جراء فيضانات في غرب أفغانستان وفق ما أعلنت الشرطة الإقليمية بعد أسبوع على مصرع مئات في ظروف مماثلة بشمال البلاد. وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية غور عبد الرحمن بدري إن الفيضانات دمرت 2000 مسكن وألحقت أضرارا بالآلاف غيرها. وأضاف أن هذه الفيضانات دمرت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الجسور والقنوات وقضت على آلاف الأشجار. ورياضيا، يلتقي في 8 من مساء اليوم فريق الزمالك مع فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية على ملعب استاد القاهرة. ويحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف أو بفارق أكثر من هدف للتتويج بالبطولة في تكرار لسيناريو 2019 عندما توج بلقب الكونفدرالية على حساب نفس الفريق المغربي بركلات الترجيح.